مساء الخير. الضغط العصبي من أشهر الحالات اللي بنعاني منها في حياتنا اليومية. المحاضرة نهى إسماعيل هتكون معانا النهاردة تعرفنا إيه هو الضغط العصبي. أهلا بيك يا نهى. أهلا يا نهى. هنعرف الأول إيه هو الضغط العصبي. هو حاجة صعبة طبعا، بس يعني هتقول لنا كده. طبعا حاجة. هو دلوقتي يعني الكلمة اللي الناس كلها على طول بتقولها، طبعا كلمة ستريس يعني ضغط عصبي، معناها إنه أنا عندي اضطراب عصبي، وممكن يبقى اضطراب في أفكاري، او ممكن نقدر نقول انها خلطه ما بين القلق والخوف والتوتر. يعني عشان نمسكها بقى من اول الخط، هي بتيجي ازاي؟ هي بتبدا بالخوف، ان انا ابدا اخاف من مواقف معينه، او انه مثلا اخاف انه ولادي مش هينجحوا في المدرسه، فانا ابتدي خايف، خوف متكرر 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 متملك مني، فبقى عندي ضغط عصبي، يبقى وصل لتوتر وقلق. انه طيب ابدا افكاري تبدا انه طب ماذا لو، وات اف، ماذا لو. يعني لو احنا قفشنا افكارنا في التوتر والقلق هنلاقيها كتير قوي منها كده. طب معلش احنا مضطرين نطلع فاصل، بس في حاجه في البدايه، فاصل ونعود ان شاء الله. رجعنا من الفاصل. قولي لي يا نهى بقى، يعني كنا واصلين ان الضغط العصبي ده بيتعرض ليه كل الناس. كملي بقى، قولي لي ايه ده. اوكي، احنا كنا بنتكلم على تسارع الافكار والخوف والتوتر، وان انا دايما بسال نفسي طب لو حصل كده، لو ولادي ما نجحوش، لو انا ما قدرتش اوازن ما بين شغلي وما بين بيتي، لو لو لو، وات اف، دي بتؤدي بعد شويه لستريس، او انه احساس البني ادم ان انا مش قادر اواجه التحديات اللي حواليا دي، مش قادر، فبالتالي احساس بضغط عصبي كبير. الفتره اللي احنا عايشين فيها، او عموما يعني اخر مثلا نقدر نقول 10 سنين، زاد الستريس قوي عن الاول. عن الاول فعلا. ليه الاختلاف؟ يعني دايما نقول زمان ايام الروقان اوكي اكيد كان في برضو ضغط عصبي، بس دلوقتي احنا اللي محتاجين نتكيف اكتر. ليه؟ لان دلوقتي الاختيارات بقت كتير قوي، اختياراتنا الحياتية بقت كتيرة جدا. زمان كان هو الولد هيخش المدرسة دي وهيخش الجامعة دي وهيتجوز كده وهيسكن كده وخلاص. دلوقتي بقت الاختيارات كتيرة جدا، الحيرة بقت كتيرة جدا، طب ايه الأحسن؟ طب ايه الأوحش؟ طيب ليه المسلمات بقينا نعيد تقييمها من أول وجديد دلوقتي؟ المسلمات اللي هي كانت زمان المفروض انا هعمل كذا كذا كذا، او المفروض الصغير بيتكلم ازاي مع الكبير، دلوقتي لا، المسلمات دي كلها احنا بنعيد تقييمها وبنتساءل فيها تاني من اول وجديد، بدليل ان ولادك يجي يسالك طب عايز اجابه، ما ينفعش عايز مثلا إجابة. هو كده طب احنا ليه بنصلي مثلا، يجي يسالك في مسلمات. فاحنا محتاجين ان احنا نتكيف مع الحياه الجديده دي. طبعا التكنولوجي والسوشيال ميديا علت قوي 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 الستريس، ونزول الام للشغل برضو، ولا يعني احنا زمان هو ده كان موجود الحقيقه زمان، بس يعني مش بالكثره دي، او مش بعدد ساعات العمل. عدد ساعات العمل اختلف طبعا، وبعد المكان عن البيت، وزي ما لسه كنت بقول السوشيال ميديا مخليه انه بقى فيه مقارنات كبيره جدا. يعني انت زمان كنت بتبقي عايشه حياتك خلاص وراضيه، يعني بيها، كله في نفس المدرسه، كله في نفس، انت راضيه والدنيا اوكي، ولادك نفسهم كمان راضيين. دلوقتي المقارنات بتاعه السوشيال ميديا علت قوي المعايير. فبالتالي لا، طب احنا الناس كلها بتروح تصيف في المكان ده، لا طب المدرسه دي احسن، طب الجامعه دي، طب كذا. فده حط ضغط كبير قوي، محتاجه تشتغلي اكتر، تجيبي فلوس اكتر، يعني بالظبط. وفي ناس بقت محتاره في الاختيارات الكتير اللي احنا بنقول عليها دي. محتاره طب اعمل ايه؟ فده كل ده زود الضغط العصبي. طب الضغط العصبي اساسه مادي؟ يعني المرتاح ماديا مثلا، على حسب الفكره السائده عند كل الناس، اللي هم المرتاح ماديا ده ما بيبقاش عنده ضغط عصبي. ده كان زمان، او بنسبه ده كان زمان يعني. الحقيقه انه زمان كان المشاكل الماديه بتعمل ضغط، دلوقتي لا، اللي مادياته كويسه الحقيقه عنده ضغط عصبي عالي جدا برضو، لانه عنده تطلعات معينه وعنده
مستوى معين مطالب في كل شيء هو عايز يحققه لنفسه ولولاده، فبالتالي زود قوي 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 ساعات العمل لدرجة ان هو بقى منهك جسديا، والوقت المتاح للأسرة او للوقت الفاضي او للسفر او الاستجمام بقى قليل جدا، فبالتالي ده عمل زود الضغط، لانه كمان كل ما بتزودي العبء الجسدي تحملك للضغط العصبي بيقل، والعكس الاثنين يعني بيأثروا على بعض. وبيختلف بقى من شخص لشخص جدا جدا. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، ان ممكن اتنين يبقوا متعرضين لنفس الضغوط، ولكن ده مستقبلها بطريقه وده مستقبلها بطريقه تانية، اللي هي طريقه التفكير اللي احنا بنعملها لما بيحصل موقف او بيحصل مفاجاه او ظرف معين او حاجه جديده. فاستقبال الانسان ده هو ده اللي بيفرق من شخص لشخص، شخصيته بقى ولا تربيه ولا على حسب ما اتحط في المواقف قبل كده ولا ايه. هي طبعا في جزء منها تربيه، يعني فلنفترض مثلا هنتكلم عن الامتنان، او ان انت بتبصي للحاجات الايجابيه اللي موجوده دي. الحقيقه سكيل او يعني حاجه ممكن نكتسبها نتعلمها، لو احنا علمناها لاولادنا وعودناهم عليها هتبقى موجوده جواه. يعني دايما احنا متعودين للاسف ان احنا بنبص على النواقص، اللي هو البلد وده وحش وده وحش وده وحش، في شغلي ده ناقص وده ناقص، ومديري مضايقني، وفي البيت ولادي اصلهم مهملين اصلهم ما بيحبوش. طب فين الايجابيات اللي موجوده حقيقي؟ هو اكيد فيه، يعني اكيد مليون في المية احنا فاكرين ان احنا عارفينها، بس احنا مش بصينا عليها خالص، مش مدركينها، لان ده ساعات بيبقى حل سحري الحقيقه. يعني هي مش كلام مرسل، لانه ده فعلا حل سحري. يعني لو جيت اقول لك اقعدي دلوقتي اكتبي لي الايجابيات في الموقف ده، او انت متضايقه من ابنك في 1 2 3، طب ممكن تكتبي لي الايجابيات؟ يعني انا ساعات اسال ام من الامهات طب ايجابيات ابنك ايه؟ فساعات في ناس ما بيعرفش ترد، يعني ممكن الايجابيات ما تعرفهاش بسرعه فعلا. ليه؟ لان ما اديناش فرصه لنفسنا ان احنا ندركها. هنكتب الايجابيات هنلاقي المود او الحاله بتاعتنا حصل فيها شيفت. تخيلي حاجه بسيطه قوي زي دي، فعلا تدي نفسك ربع ساعه هتكتبي ايجابيات في حياتك عموما، او حاجات موجوده في حياتك حلوه، او حاجات الامتنان بقى والرضا والامتنان، او حاجات وحشه مش موجوده. فانت ممكن تتخيلي انك هتكتبي 10 15 حاجه تلاقي نفسك كتبتي 40 حاجه. فده اسلوب تفكير او مايند سيت او عقليه موجوده، اللي عقليته كده ستريس وقعه عليه بيبقى اقل، انما اللي عقليته بيدور على النواقص دايما بيتعب والستريس بيبقى عالي قوي. تاني حاجه السعي الى الكمال. يعني في ناس دايما عايزه الكمال في كل شيء، عايزه ابقى الشغل هايل والبيت هايل والسفر هايل والمصيف هايل والتعليم وكل ده. هو الحقيقه ده وهم، ما فيش حاجه اسمها الكمال في كل شيء، في حاجه اسمها اتقان. في فرق، يعني ربنا امرنا بالاتقان ولكن ما امرناش بالكمال، فهو ده بيعلي يعني تطلعاتك، فعمرك ما هتبقي في الاخر على طول بتجري. بالظبط، هتبقي على طول بتجري، هيبقى اليوم بتاعك مش مكفيكي ال 24 ساعه. هنا بقى ما فيش اولويات، يعني هنا عايزه كل حاجه كامله. طيب اما اني اجي احط اولويات حتى فعلا برضو بالورقة والقلم، أولوياتي أنا أهم حاجة عندي 1 2 3، هم دول اللي هديهم وقتي ومجهودي وتفكيري. محتاجة في مرحلة معينة في حياتك تبتدي تتنازلي فيها عن أنا لازم. عن نفسي عملتها على فكرة، لازم تتنازلي يعني. لأنه هي الحياة عبارة عن اختيارات. أنا لو ما تنازلتش عن الحاجات اللي أنا ما عنديش وقت ليها
هيجي على صحتي، هيجي على علاقاتي بولادي، علاقتي بالزوج، علاقتي بأهلي، العيلة الكبيرة. فالحاجات اللي أنا نفسي أعملها، اللي بحب أعملها، هعملها إمتى؟ فهي بالانس، ولازم يحصل الاختيار ده، لازم نختار. في أنواع للضغوط يعني، في حاجات أنا متحكمة فيها مثلا، وحاجات غصب عنها بتجيلي من بره. هي دي بقى الضغوط الخارجية، هنقسمها لحاجتين. واحنا الحقيقة لازم نواجه نفسنا ونقول لنفسنا دي حاجة أنا أقدر أن أنا أغيرها عشان ما تعملش عليا ضغط نفسي، ودي حاجة أنا ما أقدرش أغيرها. فالحاجة اللي أنا ما أقدرش أغيرها دي الحقيقة إحنا غصب عننا زي المرض والوفاة يعني فقدان حد أو كده. بالظبط. أو أن أنت في مكان معين، في يعني مثلا انت بتشتغلي في شركه، اوكي انت حاولتي وخلاص هو ده المكان المتاح حاليا، ممكن يبقى في تغيير بعد كده، بس حاليا انا محتاجه ان انا اتكيف مع الظرف ده. او زي ما قلتي وفاه، او حد مثلا مرض مزمن. الامور دي طبعا بتعمل ضغط كبير قوي، ولكن الضغط بيكون اكبر لما انا ببقى رافضاه. الرفض بياخد مننا كمية طاقة غير طبيعية، انك كل يوم تقولي انا متضايقة، انا مش قادرة، انا مش طب خلاص. ما هو انا لما واجه نفسي واقول لنفسي دي حاجة انا مش هقدر اغيرها، فابدأ اتكيف معها. ازاي بقى اتكيف؟ ازاي؟ في مساعدات، ان انت مثلا هتاخدي دعم من الاسرة، او دعم من اصدقائك، دعم الناس اللي حوالينا، ده عامل مهم جدا. او طبعا انك تروحي لاخصائي نفسي او للايف كوتش. ده سؤالي بقى اللي جاي، امتى احس ان انا خلاص بقى مضغوطه ومحتاجه مساعده خارجيه؟ يعني خلاص انا كده عملت كل حاجه بيني وبين نفسي كده، انا عايزه بقى خلاص الجا لحد. وايه الفرق بين الكوتشنج والدكتور النفساني؟ اوكي. طيب امتى اعرف ان الضغط النفسي ده عالي قوي؟ اما يبقى كرونيك، يعني ايه؟ يعني مزمن. احنا المفروض ربنا خلق لنا الضغط النفسي ده عشان يساعدنا. يعني هو ربنا خلقه ليه؟ عشان له لازمه، هو بيساعدنا. يعني انت لو عندك ميتنج مهم جدا، او انترفيو، او طلع على المسرح، او حاجه هتبقي ستريسد فيها، ليه؟ علشان ده بيعلي الاداء جدا. ايه ده؟ يعني ممكن يبقى مفيد. مفيد جدا. اول مره. مفيد جدا. ولكن يبقى كده يعلى وينزل. خلاص الموقف خلص، انا خلاص بقيت كويسة. فبيعلى ليه؟ بيعلي الاداء الذاكرة، بيعلي اداء الذهني، وبيعلي الاداء الجسدي، وبيزود المناعة. تخيلي دي. يعني عشان كده ساعات لما واجه نفسك موقف معين، وسط موقف بتجهزي الايفنت كبير، او بتجهزي الحاجة صعب تعي. يعني فهو الحقيقة مفيد بعديها، تصدقي ممكن بعديها لما تقعدي شوية تلاقي نفسك ممكن كهيتي. لو انت بقى ما تعملتيش مع جسدك صح، ممكن بعديها فعلا، ولكن هو مفيد. فإحنا نبقى مبسوطين إن أنا في إيفنت معين، في عندك بريزنتيشن حاجة، إن ده بيساعدني. طيب لما بقى الستريس ده ما بينزلش كده، الستريس ده كرونيك مزمن، يعني أنا على طول ستريس، إحساس طبعا ممكن يعلي الضغط، بيزود السمنة، ممكن سكر، ممكن قلب، ممكن عصبية على يعني طول. يعني لازم الجسم يبتدي يعبر عن نفسه ان هو عنده مش ضغط على طول، فابتدي انا اروح للدكتور. فانا ما سيبش نفسي برضو ان انا لغاية ما جسمي قال لي بقى لا، يعني انت يعني محتاجة تغيري حاجة في اللايف ستايل بتاعك، او في طريقة تفكيرك، او في الاختيارات اللي احنا اتكلمنا عليها. فدلوقتي الاقي نفسي حياتي مش ماشية زي ما انا عايزة، علاقاتي مش كويسة بسبب الستريس، مودز كتير، الافكار بقت مشوشه، كل ده لا، انا محتاجه اقف وقفه بقى، وان انا يا اما اخد مساعده من حد، يعني زي ما قلنا لايف كوتش او سايكولوجيست او كده، ودول هيساعدوكي ان انت تطلعي من الحاله دي. ولكن ما ينفعش ارجع لحياتي زي ما كانت بالظبط، ما ينفعش ارجع لنمط حياتي هو ونفس طريقه التفكير. لازم في حاجه بتتغير. الفرق بقى غيره بقى ان انا الجأ لكوتش او لايف كوتشنج يعني، او او لدكتور. بالظبط. الفرق بقى في طريقه التفكير هنا،
وده بيساعد فيها طبعا اللايف كوتشنج مثلا، ان انت بتبداي تفكري في الحال حاليا. حاليا هو احنا بنجيب افكارنا من الماضي ومن المستقبل ونجيبهم هنا، احنا اللي بيتعبنا ايه اكتر حاجه؟ التفكير في المستقبل على طول. انت عايشه قدام، انت مش عايشه هنا. فدي احدى التولز اللي بيستعملها مثلا اللايف كوتش. طب ايه رايك نطلع فاصل بس نفك فيه الضغوط شويه ونرجع لك تاني؟ احنا قبل الفصل كنا بنتكلم على الضغوط وازاي نفك نفسنا منها كده ونطلع بره المود يعني ده، ولنا كده طرق منها ايه؟ انا هقول لك على ثلاث حاجات يعني فعاله. لو النهارده انا حاسه ان انا ستريسد قوي هعمل حاجه من الثلاثه دول. اولا المشي حل سحري، يعني فعلا نحاول ندخل المشي في حياتنا باي طريقه، نص ساعه ساعه، هتلاقي نفسك اكيد اكيد بعد الساعه دي غير قبلها، يعني رياضة سحرية. تاني حاجة الحاجات اللي هي محتاجة تفكير بس ممتعة زي البازل أو الشطرنج أو التلوين والرسم، فيها تفكير. الجيمز اللي على الموبايل والحاجات دي؟ لا 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 نهائي. بازل أو تلوين أو شطرنج. أنا أعرف واحد صاحبتي بتعمل على طول على الموبايل دي، يا ريت تكون سامعانا. لا 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 اوعي تعملي أي حاجة فيها سكرين بتزود الاسترس علينا. تلات حاجات دول الحقيقة لو حد جربهم هيلاقي فعلا نتيجة فعالة. تالت حاجة ان انا اسمع موسيقى او اغاني، برضو الحقيقة نتيجة اكيدة. شوفي انت بتحبي تسمعي ايه وتسمعيه. احنا بننسى، بس احنا مشكلة ان احنا بننسى الحلول دي انها وقت. سهلة وقريبة. ان شاء الله حتى بتعملي اي حاجة في البيت او سايقة في الزحمة او وتبع، شغلي الاغاني اللي انت بتحبي. شوفي انت بتحبي ايه الاول، اعرفي بتحبي ايه وشغلي. ولو بتحبي تغني هيفوك الستريس اكتر من ان انت تسمعي. بس النهارده احنا معانا علي العوادلي. علي موهبه شابه رائعه بصراحه، احب كلكم تسمعوها ومن بندعمه بقى في البرنامج عندنا هنا. ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ شكرا. عرفنا بقى بنفسك كده بسرعه عشان عايزينك تغني اكتر وقت ممكن. علي العوادلي، عندي 20 سنه، في سنه ثانيه في جامعه مصر الدوليه في اميو. هو مبسوط جدا ان انا مع حضرتك. واحنا ابسط والله. قول لي كده هتغني لنا ايه النهارده؟ عايزين نستغل كل البرنامج ليك. ممكن ابدا بلو على قلبي بفضل الله. لو على قلبي دافي هواك وكفايه ليل وسهر وعناد ويايا، جوه عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك، قلبي نادالك حن في يوم وتعالى، وديك روحي بس تعالى، ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول، بحلم بعنيك وغرامك وبدو في هواك وكلامك، وانا ليه ليالي عليا جميل قوي. هتغني لنا ايه تاني يعني؟ ولا عايز تريح شويه؟ ممكن حاجه لعبد الحليم غنيتها وانا صغير وان شاء الله هتعجب الناس، حته كده من اغنيه بحب اغنيها. خلاص قول لي. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا مع عيوني عليك سألوني ويا ما بتقال، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وأنا في النار، غالي عليا وضيع عناي
ارحم عذابي معاك، دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي، في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين ودادي، صاين ودادي شبابي الغالي ضيعته، اناجي في الهوى اسمك واملي لما صورته في اجمل صورة كان رسمك، غالي علي وضيعناي ارحم عذابي معاك. في دكتورة شاطرة قوي اسمها عبير فؤاد، بروح لها برايفت يعني، بتمرن. لها تحية طبعا. طبعا لا هي يعني هي في سنة واحدة صراحة فرقت معايا جدا، خلتني حتى ابقى موجود مع حضرتك النهارده، فبجد بشكرك. عارف على ايامنا زمان، مش زمان قوي يعني، احنا مش كبار، كان دايما تلاقي حد قاعد بجيتار كده على ركن كده وبيغني، وجنبه حد شله كبيره، كنت دايما تلاقي المشهد ده في اغلبيه الجامعات المصريه. موجود لسه لحد دلوقتي في الجامعات عندكم ولا بطلتوها؟ مش موجود قوي، هو في كلاب المزيكا طبعا في الجامعه عندي في ام اي يو، بس يعني مش موجود ان حد بيقعد على السلالم بالجيتار يعني، عشان ما بقاش نظام مصطفى قمر والحاجات دي مش موجود. مش دلوقتي يعني، كان زمان كان بيحصل كده. بس في طبعا كلاب المزيكا طبعا، في ميوزيشنز يعني رهاب عندنا صراحه في الجامعه، كويسين قوي. الكورونا طيب لو متضايق بقى وغنيت بعد كده يحصل ايه؟ والله لو غنيت أغنية مفرحة بفرح، بس لو غنيت مثلا يعني كده يا قلبي مثلا ممكن أقعد أعيط عادي. وبعد ما تعيط تبقى أحسن. بطلع اللي جوايا. قولي لي يا نهى، إحنا دلوقتي مثلا حاجة زي الكورونا كده عندنا ضغط عصبي فظيع منها، نواجهها إزاي؟ يعني دي بقى مش هينفع بالغنى ولا بالمشي ولا بالحاجات دي، إزاي طيب. أفضل على طول. أوكي، أنت هتسألي نفسك. خايفة أعيا، خايفة حد من الولاد ما تروحش ما تجيش الحاجات دي. انت هتسالي نفسك هل دي حاجه ينفع اغيرها ولا ما ينفعش اغيرها؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اغيرها. يبقى هي كورونا دي موجوده الى حين انها ان شاء الله تخلص. طيب انا هتكيف مع الموضوع ازاي؟ هشوف انا افكاري عامله ازاي. انا افكاري، هل افكاري مليانه خوف، مليانه وات اف وماذا لو ماذا لو، يبقى انا كده ما بساعدش نفسي، انا كده عماله ازود الضغوط اللي عليا. طيب استعد ازاي؟ انا هستعد بواحد اتنين تلاتة. خلاص استعديت، خلاص خلاص الموضوع اللي هي الاحتياطات اللي باخدها وخلاص، واشيل بس الافكار اللي هي زي ما بنقول لا جدوى منها، دي هي اللي هتخليني في الاخر في حالة من الكرونيك ستريس المستمر، اللي هيخليني بالعكس عرضة للعدوى اكتر. يعني احنا هنعمل اللي علينا وانتهينا، تحطي نقطة والموضوع انتهى، تشدي خط بس كده. بتاخدوا احتياطاتكم في الجامعه برضو وفي النادي وفي الحاجات دي لموضوع الكورونا؟ ماسكات على طول، كحول طبعا عشان الناس يعني دلوقتي الكورونا بقت زايده قوي، ولازم الناس صراحه تاخد بالها عشان طب بقول لك، انت اول يعني اول مره عرفت ان انت بتغني كده امتى؟ يعني جالك امتى الموهبه دي؟ والله كان عندي 12 سنه وجربت كده دندنت عبد الحليم شويه، وحسيت ان في حاجه ورا ان انا دندن عبد الحليم وانا عندي 12 سنه. يعني بالنسبه لكم حاجه قديمه شويه، بالنسبه لي صغير قوي. كان هو ايه الموضوع ده يعني. بس فاتجهت بقى. سمعته فين اصلا؟ كان ايه، راديو؟ انا سمعته مره في التلفزيون، ورحت عشان في نادي هليوبلس، فروحت اشتريت له بقى الشريط، يعني اشتريت له سي دي فيه في مثلا 60 70 اغنيه لي، وقعدت بقى بسمعه من اغاني بقى مع بط الجماهير، ويعني كذا حاجه من افلام يعني. من ساعتها عرفت بقى ان انت بس 12 سنه، ده سن صغير قوي. بس حسيت ان انا ودني يعني مبسوطه من اللي انا بسمعه، فبس فعشان كده بقى ابتديت اتجه، بس اتجهت متاخر. انت بتقول ان انت في النادي، كان ليك اي نشاط تاني في النادي ولا انا لعبت كوره في النادي كذا سنه، وسافرت انجلترا لعبت سنه، بس ما توفقتش. قدم بقى ولا ايه؟ كره قدم. صعب برضو حد يسيب كره القدم يعني، لازم يكون عنده موهبه جامده. بس هي حظوظ برضو يعني، لازم حظوظ عشان يعني توفيق وحظوظ يعني كذا حاجه، مش بس الموهبه. الموهبه لوحدها مش كفايه بالذات في موضوع الكوره.
بس فقررت تتجه للموهبه ما دي دي صعبه برضو قوي والله بس ان شاء الله عندك قبول باذن الله. ان شاء الله يا حبيب الجيل بقى اللي قده في عبد الحليم وما يعرفوهوش اصلا عايزينك بقى ترجع لنا. اكتشفت الناس اللي ليها في المزيكا بيحبوا عبد الحليم يعني ادي مثلا وكده بيبسطوا يعني مثلا حتى في كلاب الجامعه لما بغني الناس طبعا عايزه بقى حاجه عمرو دياب تامر حسني الحاجات اللي هي الحاضره دلوقتي بس لما بغني حاجه قديمه الناس بتتبسط فالناس عامه اللي بتحب المزيكا بتقدرها بتقدر طب لسه قديمة. ده كويس ان لسه كويس طبعا جدا طب قولي هتغني لنا ايه؟ ممكن حته سالت نفسي كتير للفنان احمد سعد. سالت نفسي كتير مرستش يوم على بر انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا شر مليان عيوب والخالي من الذنوب ولا مليان عيوب والخالي من الذنوب ولا ايه جميله فهيل. طب انت مين بقى نجمك اللي بتحبه قوي؟ والله انا بحب قوي هو سؤال تقليدي بس لازم يتسال لحد بيغني بصراحه. انا بحب الفنان صابر رباعي جدا وبحب عمرو دياب بصراحه يعني والاثنين تقال جدا يعني الصراحه مش حل. وبعدين كمان يعني في حاجات بتبان سهله مثلا للفنان عمرو دياب وكده بس لما تيجي تغنيها تلاقيها صعبه جدا ومليانه عرب ومليانه باور ومش حاجه سهله كمان خالص. طبعا الفنان صابر رباعي باين قوي ان هو صعب بالذات في العرب وكده باين بيطلع قد ايه والتون وكده بس الاثنين الصراحه انا بحبهم قوي يعني. وليه نوع انا كنت عايز اسالك على كمان على حته لو عندي الضغط حاجه مش يعني ما اعرفش اعمل كنترول عليها يعني حاجه من بره بقى غير موضوع الكورونا وكان مدير مثلا سخيف انت قلتي قبل كده لو شغل هنفضل قاعدين فيه او كده بنعمل اتصرف معاه ازاي؟ ما انا هفضل مضغوطه على طول ما انا بروح الشغل وراجعه من الشغل وما اقدرش اسيب الشغل مثلا. ما هو الفرق ما بين الفكره بتاعه ان انا رافضه الحاجه دي وما بين ان انا لا هي الحاجه دي جايه لي لسبب. ما فيش حاجه بتيجي لحد صدفه ابدا. هو الحقيقه اي موقف بيتبعت لنا بيتبعت لنا ليه؟ علشان احنا نتعلم حاجه. يعني انا لو انا عقليتي كده ان انا الحاجه دي جايه لي عشان اطور من نفسي واتعلم حاجه جديده يبقى انا هبقى في سكه تانية خالص غير الستريس بتاع الشكوى وايه ده وليه كده وطول النهار متضايقه. طب انا بتعلم ايه؟ مديري صعب. طب انا هتعلم كوميونيكيشن او تواصل افضل. هتعلم اسيطر على اعصابي اكتر. هتكيف ازاي؟ فبتبقي انت عشان تسيطري على اعصابك بتضغطي على اعصابك اكتر عشان تعرفي تسيطري. لا انت هتتعلمي حاجه جديده. دي القصه. يعني حتى لو انت حبيتي تروحي تقري عن التواصل اكتر عن الشخصيات انماط الشخصيات. على فكره دراسه انماط الشخصيات دي بتعمل شيفت فظيع في حياه الناس. انت بتفهمي نفسك بتفهمي غيرك بتفهمي جوزك بتفهمي ولادك بتفهمي مديرك وكل شخصيه ليها مفاتيح. فليه ان انا ما اطورش نفسي في السكه دي بدل ما انا اقعد اشتكي طول النهار؟ فهي دي حقيقه عقليه ودي عقليه تانية خالص. واعاده بقى اكتشاف النفس تاني لازم بسنين معينه. هي دلوقتي بيقول لك انا كنت بلعب كوره ورحت انجلترا وما استسلمش للضغوط اللي عليه واللي حصلت له وكده. ابتدى يعمل بقى شيفت لل يعني هو علي ما شاء الله طبعا محظوظ ان انت او ان انت عنده فعلا موهبتين. اكتشفت ان عندك موهبه. هو ما فيش حد فينا ما عندوش موهبه. ولادنا كلهم يعني مش لازم تبقى غنى او فن ممكن بتبقى ذكاء معين ذكاء حركي او مثلا ذكاء اجتماعي. كل حد اتخلق بحاجه مميزه. فانه اللي يكتشفها بدري يبقى محظوظ طبعا جدا. لو الام او الاب ساعده ان هو يكتشفها وهو اكتشفها لوحده يبقى حاجه حلوه قوي. مين ساعدك بقى يا علي؟
والله انا اهلي كلهم في البيت بصراحه بيدعموني، وجدتي الاثنين على طول عايزين يسمعوني، وحتى كمان من ولو بتغني لهم عبد الحليم بالجمال ده لازم هيسمعوك على طول. حضرتك بس فهم يعني بيشجعوني صراحه، كلهم كل يعني كل اهلي واصحابي كمان بيدعموني جدا، وناس كمان ما اعرفهمش بسمع تعليقاتهم ويعني معظمها ايجابيه. والمدربه كمان الصراحه اكتر يعني اكتر شخص بيشجعني، ودايما بحس اني عايزه اتطورني فعلا، يعني اللي هو عايزه تشوف الحاجات الوحشه اللي فيها وتحسن. وتنظم ازاي بقى بين الغنى والدراسه؟ في وقت الامتحانات مثلا دلوقتي يعني الجامعه دلوقتي يعني اونلاين بس في وقت الامتحانات طبعا بروح مثلا يعني اخري مثلا مره في الاسبوع لدروس الفوكاليز، بس مثلا بروح في اوقات لما اكون فاضي بروح بقى كتير كذا مره، وبحاول اركز بين الاثنين يعني. ما نفسي مثلا عندي مواد لازم اذاكرها، عندي حاجات فبقعد اذاكر، والوقت الفاضي بغني فيه مثلا. لما بتتعرض للضغط زي ما بتقول نهى بتعمل ايه؟ والله انا اتعرضت طبعا عشان كمان الكوره فتعرضت للضغط كتير، بس هو انا بروح وبحاول انسى نفسي وما اركزش في اي حاجه، وهذه الطريقه الصراحه. عشان جربت اي طريقه من اللي هو قالت عليها؟ المشي او طبعا الغنى اكيد. الجري، انا بالنسبه لي الجري، انا لما اكون متضايق ساعات بنزل اجري بفك، بنزل اجري الطاقه السلبيه بتروح الصراحه، فبعمل كده. مش كل الناس تعرف تجري. انا لا يعني عشان كده احنا قلنا المشي الحقيقه هو مناسب لكل الناس وسهل، وممكن حتى في الشارع رايحه تشتري حاجه روحي ماشيه في النادي حسب كل واحد وظروفه، ولكن هو فعلا اثر السحر فعلا، وحتى بيخلي عقلك رايق وصافي، لو عايزه تفكري في حل الحاجه بتقدري تفكري فيها احسن. والحركه دي مع المشي سبحان الله يعني، وخصوصا بقى لو حد قدر انه ده يبقى في الطبيعه او يبقى فيه خضره او كده، ده طبعا بيبقى دبل ايفكت يعني. طب بما ان بقى نهى ضيفتنا النهارده وهي سمعتك بره واعجبت بيك، فكان ليها طلب طلبته منك تؤمر. انت عارف الاغنيه اللي قالت لك عليها؟ حابب تغنيها ولا عايز تستعد بيها شويه؟ بس كنت عايز ميه بس قبل ما اغني. حاضر ميه هنطلع. حاضر. هم اكيد سامعيننا في الكنترول، لو ينفع ميه يا ريت. تغنيت كتير. طيب وقول لي انت قلت لي طيب ممكن نطلع فاصل نجيبوا له ميه وبعدين نرجع تاني فاصل ونعود. اوكي. ورجعنا من الفاصل. علي شرب ميه الحمد لله. هيسمعنا احلى اغنيه بقى. سمعنا ايه؟ الاغنيه اللي عجبتكم من شويه اهدى الاثار. دي اهداء لنهى عشان ضيفتنا. اهداء لحضرتك. وهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم علي، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بايدنا. قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها ابقى لوم عليا. لا اغنيه صعبه. لا بهاء بقى بعديها على طول بدل ما شربت الميه. مش هنسيبك النهارده. كان ده مطربي المفضل على فكره. بحب بهاء سلطان جدا. كان يا ما كان في زمان، كان في قلوب بتحس بيا وتخاف عليا وطيبين. كانت عينيهم حاضنين عناي، دلوقتي راحوا يا قلبي من ايديا 10 سنين. وبقينا يا قلبي
لوحدنا ويا اللي فات هنروح اللي فين انت وانا من الذكريات وبقينا يا لوحدنا ويا اللي فات هنروح اللي فين انت وانا من الذكريات مستحيل انسى في يوم لمسة ايديهم مستحيل في يوم يا قلبي نهون عليهم مستحيل في يوم حينسوا حضننا عمرنا كان يا ما كان. برافو يا علي بصراحة. هايل هايل. ميرسي ميرسي. لازم يعيدوا اكتشاف المواهب تاني على فكرة، يبقى فيه مسارح وحاجات كده تبتدي يغنوا والله عليها. والله أنا بجد محظوظ جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة. الله يخليك. يعني ما تصوريش فرحتي إن أنا مع حضرتك النهاردة. الله يخليك. أكيد أحسن من بلاي ستيشن صح؟ الضغوط اللي بتعملها علينا بلاي ستيشن يا قولي لي كده على طبعاً. الجيل ده كله. أي حاجة فيها شاشة سكرين يعني سوشيال ميديا أو بلاي ستيشن أو الكلام ده كله بيزود على طول الستريس، يعني حاجة ساينس يعني ما فيهاش شكوك. فمحتاجين ان على احنا اللي بيستخدمها وعلى الاهالي كمان يعني الاهالي قاعدين بيلطموا بره. هو للاسف ساعات في اهالي يعني بتستسهل شويه انه خلاص الولاد قاعدين ما بيطلبوش حاجه فقاعدين قدام بلاي ستيشن او كده، فطبعا دي مشكله كبيره لانها فيها نوع من الادمان، هي ادكتيف بلس انها بتزود العصبيه وبتقلل التركيز. ده يعني بما لا شك فيه يعني. فمحتاجين ان احنا ده يبقى وقته اقل، نقلله مش هنلغيه خالص، نقلله ويكون بعد ما احنا نكون خلصنا الحاجات اللي ورانا، الولاد خلصوا المذاكره او خلصوا اي حاجه، خلاص اوكي تقدر ان انت تقعد ساعه او ساعتين على الميديا. مشكله السوشيال ميديا ثانيه ان انت بتشوفي الكلام اللي الناس ثانيه بتحطه وساعات انت ده مش باختيارك، يعني ممكن حد يحط خبر كئيب او خبر غير صحيح او حاجه فيها توقعات مش على اسس. طب انا دلوقتي لما شفت الخبر ده او شفت الكلام ده اتاثرت ازاي؟ فدي بنحاول ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسيطر على احنا بنشوف ايه وامتى. طيب احنا محتاجين نختم وعايزين نختم على اغنيه حلوه كده. اتقل اغنيه فيهم غني بقى لحد ما التتر يطلع. حاجه طويله وحلوه كده. طب لو حاجه طويله ممكن اقسمها. انا محتاجه بس الاول اشكرك طبعا عشان انت كنت معانا. انا محتاج اشكر حضرتك والله. ونوها طبعا شرفتينا وانت يعني اشكرك يا ضيفه عزيزه علينا. ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبتي، استفدنا جدا الحقيقه. اللي تكوني معانا كمان ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا علي. انا مش مصدق نفسي انك بين ايديا، من يوم ما حبك خدني مش بتنام عينيا، جوايا شوق قد الحنان اللي في عينيك، روحي فيك ونظرة ليك هي الحياة. أجمل نساء الدنيا في عينيا أنا.